للمرة 11 على التوالي تحتضن مدينة مكناس معرضها الدولي للفلاحة، والذي ينظم تحت شعار فلاحة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية. ويأتي اختيار هذا الموضوع ليجيب عن انشغالات القطاع الفلاحي الذي أصبح معرضا أكثر فأكثر لمخاطر التغيرات المناخية. كاين لقاءات على هامش ديال المعرض اللي هي جد مهمه، اللي كتهم يعني التقلبات المناخيه، كتهم لا كوب 21 لا كوب 22، كاين كذلك مسائل اللي هي كتهم يعني العلاقات مع القاره الافريقيه في خصوص التمويل والدور ديال الابناك المغربيه، وكذلك التجربه الرائده ديال التمويل ديال القطاع الفلاحي في المغرب. اما فيما يخص التقلبات المناخيه والملائمه مع المناخ، فكاين اجتماعات اللي هي جهد مهمه، كاينه تجربه فرنسيه اللي هي في الميدان الفلاحي اللي اقترحتها في لاكوب 21 واللي سجلتها، وباقي الان فرنسا تاخذها الى يعني المسارات الاخرى المستقبل المحطات المقبله، واللي المغرب يساندها، لانه يعني نظن انه الفلاحه يعني هي جزء من الحل ديال هاد التقلبات المناخيه، رغم انها هي اللي كتاخذ المشاكل ديال هاد التقلبات المناخيه، ولكن هي يمكن لها تكون جزء من الحل بو لا كابتاسيون ديال يعني هادشي ديال الكربون. ضيف شرف هذه السنه الامارات العربيه المتحده، ثالث مستثمر اجنبي بالمغرب والاول من بين البلدان العربيه. ويأتي هذا التشريف في إطار علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وخصوصا تلك التي تهم القطاع الفلاحي. فوجودنا هنا في المعرض الفلاحي هو تمثيل الدولة في مجال الزراعة، في زراعة النخيل التمر، ونحن ننتج التمر ونصدر. ووجودنا في المعرض هذا تعرف تبادل خبرات ومع الدول يعني المزارعين المغاربه اللي موجودين. والله ما شاء الله شاركنا في المعرض، المعرض متخصص، الجميع لاحظ ان الكل مثقف بالزراعه، الكل عنده الرغبه انه يطور في الزراعه، الكل يحب يكتشف في الزراعه، واحنا شركه جنان تملك نظام متطور ومتخصص من انظمه الري، وتقريبا احدث نظام ري يوفر بالطاقه 25% في المياه، 20% في الاراضي، حوالي 40%، ويساهم في ماكسمايز يعني يكبر العائد من 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 المحصول. فالكل يسأل والكل مهتم، ونحن ايضا صرنا مهتمين مثلهم، وصراحه يعني لو كان في شيء جدي انه ندعم ما في مانع، عندنا توجيهات واضحه لدعم المزارع المغربي. دورة هذه السنة عرفت كذلك توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الفلاحة الفلسطينية في إطار التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، وخصوصا في مجال التكنولوجيا الزراعية. وطبعا إن شاء الله سيكون هناك زيارات ووفود للتعاون في كافة القطاعات التي ذكرتها، وهناك جزء متعلق بالإقراض الزراعي والاستفادة بالتجربة بالمملكة الشقيقة هنا إن شاء الله. يعني المشاركة الفلسطينية دائما موجودة بكافة القطاعات وخاصة بالمملكة المغربية، كما نحن الآن مشاركون بالمعرض الدولي للفلاحة، كذلك نشارك في المؤتمر المناخ، وحيكون هناك وفد عندنا عن ممثلا برئيسة سلطة البيئة الفلسطينية، لأنه هذا ما يتعلق بالمناخ وبالبيئة، وسيكون لنا مشاركة إيجابية بإذن الله إن شاء الله. بمشاركة 1200 عارض يمثلون 60 دولة وعلى مساحة 172 ألف متر مربع، يقام المعرض الدولي للفلاحة في دورته 11، وتضم أقطابه 9 منتجات 12 جهة بالمغرب تكشف عن خصوصياتها ومؤهلاتها الفلاحية والتي تتماشى مع التغيرات المناخية. فعلا يعني هذه الدوره يعني ال11 ديال المنتخب الدولي ديال الفلاحه اللي اعطى واحد الاهميه كبيره بالنسبه للتقلبات الجويه المناخيه والعلاقه مع الفلاحه. حنا المنطقه الشرقيه كنا سباقين في هذه المساله، كنعتنيو بهذه المساله هذه، كناخذوا مثلا بحال العنصر ديال المياه اللي كتعتبر عنصر مهم بالنسبه للانتاج الفلاحي. حنا خدينا على العاتق ديالنا بالتحويل، بحال المنطقه ديال البركان اللي معروفه بديال السقي، السقي التقليدي ما يسمى بالسقي بالساقيه. حنا تقريبا واحد العدد كبير الى ما نقولوا ديال 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 الضيعات اللي تحولت انها تسقى بالتنقيط، وهذا في حد ذاته واحد
واحد يعني واحد الاقتصاد في الماء. هذه مساله من ناحيه ديال الماء، من ناحيه ديال الانتاج الخضروات، ان مجموعه ديال الخضروات دابا اللي معترفه بانها بيو، ان زيت بيو، ان قوق بيو، ان مجموعه ديال الفواكه، ان زيوت حاليا سواء تعلق الامر بالزيوت تاع المائده يعني زيت الزيتون، ولا الزيوت اللي كان بالفرنسي لي زويل اسونسييل، يعني الزيوت نتاع الاساسيه. نعم، اذا حنا هذه المساله هذه اللي كانت يعني تعقد عليها هذا الملتقى الدولي ديال المنطقه الدوليه ديال مكناس، المنطقه الشرقيه اخذتها بعين الاعتبار، يعني مده سنين حنا كنشتغلوا في هذه المساله هذه.